شيخ صلى الله عليك، يعني مسألة ردود أهل العلم سلفا وخلفا على بعض القضاة والمفتين وكذا، هم يعني يعتبروا حكام المسلمين، لكن صدر منهم بعض لا لا هم حكام فيما أسند إليهم لا مطلقا، حاكم ولي الأمر الأعظم، أما من دونه فإنه حاكم فيما أسند إليه، فالقاضي من له جزء من ولاية الأمر في القضاء، والمفتي له ولاية في الإفتاء، لكن يجوز الرد عليهم في الناحية العلمية وما أخطأوا فيه من الناحية العلمية، لأن هذا لا يدخل تحت ولايتهم. حتى الوزير إذا كان وزير حتى غيره من الناحية العلمية يرد، ما يدخل تحت العلم، ما يدخل تحت الولاية. جزاك الله خير.